القلب. كيف العرش الاخبار؟ يسعد مساكم يا رب. طبعا حبايبي زي ما انتم شايفين اليوم معاي جلال بيوتي، يعني ملك اليوتيوب، ملك اليوتيوب، ملك المصايب. ليش اخترت جلال؟ والله العظيم راح يكون اسوأ يوم بحياة مين؟ بيسان. ليش؟ لانه راح اعمل اشي بعمرها ما كانت متوقعة يوم من الايام انه يصير معها هيك اشي في دبي. على اساس فكرة فيديو اليوم انه انا راح اتحكم بحياة بيسان يوم كامل، بس الفكرة غير هيك تماما. بس بنص الفيديو راح تصير اكبر مصيبة مع بيسان. ليش؟ يعني انا موجود اشي مجنون راح نعمله اليوم. احضر الفيديو للاخر راح تفهموا فكرة فيديو اليوم. بتمنى من الكل يشترك في قناة انس الشايب، يعني اغلب اللي عم شوفوا فيديوهاته ما عم يشتركوا في القناة، وهذا الشيء عم بأثر على انس نفسيا. بأثر نفسيا. فاشتركوا بالقناة وحطوا لايك الفيديو، حطوا لنا تعليق حلو مثلكم، ويلا نكمل الفيديو. سعدينا حبيبي. فيش حدا بالمصايب بفهمني. يلا انا جاهز. يلا حبيبي الحماس مليون، خليكم معنا للاخر، خلينا نشوف شو راح يصير بفيديو اليوم. باي. الله على اخي اللي قلبك يوقع على بيتها احنا. ويلا ويلا ويلا. ليش هيك ساعة حتى تفتح الباب؟ تعرفي وحياة الله لو ما بصور فيديو كان مسحبت حالي ورحت. انا بحبش روح استنى. الله معك حبيبي، بحبش استنى على الابواب. بتعرف اليوم راح اتحكم فيك ليوم كامل؟ اليوم لا بلا بلا بس انا اليوم راح اتحكم فيكي، وبكره انت بتتحكمي فيني. بكره انت وعد انت بكره. ليش اليوم بالله؟ لانه رحت على الصالون عملت شعري كيرلي ورحت على الصبح الجيم وافطرت ومتحمس. بديك تحتملي لي. طيب بس اتحكم فيك. لا اليوم انا راح اتحكم فيكي، وانا اليوم بديك تضلك بالبيجامه، ما بديكي تلبسي. كل يوم بتلبسي، فاليوم انا ايش ما بدي خليك تلبسي. اكيد كل يوم بدي خليك تلبسي بيجامه اليوم، خليكي زي ما انت والله ما بتغيري. يلا امشي قدامي افتح الباب. الله. ها والله حبيبي القلب، قبل ما نبلش فيديو اليوم جبت لكم اشي معنى السعادة والفرح راح نأكس على الملل. جايب لكم اليوم تطبيق سفاح اسمه توب توب. هذا التطبيق عبارة عن ألعاب مختلفة، بتقدر تفوتوا على اللعبة وتختاروا اللعبة اللي بدكم اياها، بتعجبكم بتلعبوه. في لعبة دمينو وكاندي اونو. يا حبيبي على الاونو. ما بتلعبوا بس لحالكم، بتلعبوا كمان مع رفقاتكم، بتحكوا معهم محادثات. الله أكبر. بتضيفوا ناس جداد وبتتعرفوا على ناس جديدة. يعني توب توب راح يعرفكم على اصدقاء جديده. ها والله هي ايدي تبعي، بدي تفوتوا تفجروا الدنيا بحساب، بدي نلعب مع بعض هون، بدي اتعرف على اصدقاء جديده، حضروا لحالكم. توب توب في عندهم شغله كثير مميزه مش موجوده عند اي لعبه، انه مثلا اذا انت اجيت تلعب وواحد بضل يخسرك بتقدر تطرده من اللعبه. مثلا اجيت تتظبط بنت ما رضيت انها تتظبط بتقدر تطردها، برضه البنات برضه نفس الشيء بتقدر تعمله. توب توب حاليا شعبيته كبيره بالشرق الاوسط، بعدين بيطوروا التطبيق توب توب خصيصا بس للعرب. حبايبي تحت بالوصف راح يكون رابط تطبيق توب توب، حملوه وراح احط لكم الاي دي تبعي. كلكم تابعوني، انا كثير متحمس والله علشان العب معاكم وظنوا لاني كثير بحبها. كلكم تحملوا تطبيق توب توب وتابعوني، هي الاي دي تحت بالوصف. بشوفكم بتوب توب. سلام. ارد عليك. ما شاء الله حدا بيترك مفتاح باب بيته هون بقلبي. ما انا عشان متحمس. بدي اياك تعملي لي بروتين. شو بروتين؟ بروتين الجيم. ايه ما بعرف اعمله. انا بعلمك تعملي. طول هاي العلبه الكبيره بسرعه. الله عليك شو شاطر. جايز خذوا الوصفة اللي بده عضلات. هاي اللي بده عضلات يعمل هاي الوصفة. طي الخلاط، طول الخلاط. في له كمان قطع الحمراء اللي تحتيه. حطيه بالكهرباء. حطه لا. مشارك. يا أنا. حطيه أنت بالكهرباء. اغسلي لي هاي من جوب الكفاية. خفيف رملي إيدي. ولا جراثيم ولا زيت. اعطيني لي إياها. أنت أكبر جرثومة. أنا أكبر جرثومة. والله لا بهدل صحتي. نشفي لي إياها. ايدك نظيفة حطيتيها جوا. انظف منك. ماشي. افتح الثلاجة. اعطيني حليب. كله؟ يا حبيب الله مش كلها. لا 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 كيف بتشرب منه هالسنة؟ لا تشرب. كمان خلص. رجعي مكانها. افتح علبة البروتين. حطي سكوب واحد. خلص. رجعي مكانها. افتح الثلاجة. اعطوني فراولة المفرزة. اوف 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 حطي ثلاثة. اوف حبايبي انا اكلي صحي. حطي موزة. يسعديني. اوكي سكيرة جاي مكانها. شطورة. حطي لي 16 حبة من هاد. 16 ثلاث معالق شوفان. واحدة اثنين ثلاثة. الله عليك بيسو يا معدل يا خلص رح ازيد لك المهر. Thank you.
اوف يا ويلي. طب يلا صب لي في كاس لو سمحت. انا بشرب معك. اوكي بشربك. امزح معك ما راح اشربك. هاي الكاسات بهاي الطبقه. يي كثير دسم صح؟ اوه ماي جاد. صب منيح لو سمحتي. وهدول الي. بس راح اشرب على نفس واحد. دوق 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 كيف شو دوق دوق؟ مجنونه انت. انت امسكي الكاس وشربيني. ولا كثير زود. نقروني. هدول قرون قرون متعوب عليهم. يلا شربيني. يا الله. طب يلا ابلع. مسحيلي بالفاين عشان اجي شوي. يلا امسحيلي. اعمل هيك. دا شو اعمل هيك يا؟ والله كيف لا جد جد هلا جنن. مش البرتيم جنن، بجنك انت بتشربيني بايدك. شربي يلا افقع الكف هسه. تعالوا تعالوا معي. احلى شوفير فيك يا دبي. يلا بجيب مفتاح سيارتك بسرعه 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 بسرعه. شو لوين؟ على السوبر ماركت. طب اوكي بدي اغير اوعي. والله ما بتغيري بالبيجامة. يا انا خلص شو دخل بيجامة؟ بدي بيجامة خلص انا بدي بيجامة عجبتني البيجامة. هي كثير كثير بيجامة كثير كلاس مش طبيعية. بس كثير للنوم. لا حلوة والله حلوة. يلا قدامي. الله يستر. طب انت لما تتحكم فيه شو رح تعملي؟ اخ بس شفت اللي بتعمله انت؟ اه اضعاف اوكي. وين رايح؟ تعالي تعالي افتحي الباب السيارة بسرعة. لا حبيبي لا لا والله لا تفتحي. لا حبيبي روح. بسان لو تضلك هيك معي 24 ساعة كل يوم ما ببعد عنك. بس انتبهي مش تعملي حادث. لوين رايحين؟ على السوبر ماركت اللي جنب الصالون اللي بحلق عنده. هادي هون؟ اه. مين بده يدفع؟ مين بده يدفع؟ اكيد انت يعني مين امي؟ لا انس مو جايبه معي مصاري. وهيك بكون وصلنا السوبر ماركت. لا 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 تاخذ المفتاح هين هون احنا على الدكانه. ليه؟ بدونه يلا تعالي بسرعه ما احنا مش رح نطول. امانه شوفوا لي كيف الصفه. الله يسامحه اللي اعطاك الرخصه. انس رح يخلي بيسان يخلي السياره شغاله. شو هالبجامة؟ شو بدي؟ شفتي هاي علبة الحليب؟ خليلي الدسام اعطيني اياها. ما فيني احمل. خلص هالمرة سمح. هلا صار دوري يا جماعة. هلا بدي اروح على السيارة. هني فاتوا السوبر ماركت تقريبا خمس دقايق. قال لي انس لما تفوت على السوبر ماركت وبيطلعوا. اول ما اشوفهم يوصلوا عندي رح اشغل السيارة وضلني طالع. والله كفو. يا جماعة مخليني السيارة شغالة. مستحيل بيسانش. مستحيل بيسان شو بتقعد كتير قريب على الستيرينج يا جماعة. سو يا جماعة عيني رح تكون على المرايا هي وهي لحتى شوفهم أول ما يطلعوا من الماركت. وأول ما يقربوا على السيارة يا جماعة أنا رح شغل وضلني ماشي. خليني حاطط على دي. خلص هدول بس شفتي؟ سعيدة. بس هيك أنا جبتك عشان أبهدلك أغلبك. باهي نقوم مشكلة يا سيدي. سم وعسل. على قلبك. الله عليك يا بيسو شحاطة. خلص حل عني. طب اسمع هسه شو بدي اتحكم فيكي. راح اخليكي تاخذيني على المول تمام تشتري لي اواعي على حسابك. ايه حل عني. قربوا علي يا جماعه قربوا. سياره 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 سيارتك راحت. سياره اي بيسام وراي يا جماعه. بيسام وراي. بيسام وراي على الترقوط. انا اسف بيسام بس والله الفكره مو فكرتي. انا اسف كثير يعني. بيبي في شخص هسه سرق سياره بيسان. شوفوا راح فيها. انا ما بعرف وين صرت. ليكو ليكو هون. شوف 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 حبايبي. يا الله بعرف راح ضلني ساي يعني. هي طيب هسه شو بدنا نسوي؟ شو هاليوم النحس؟ بدك تدق للشرطه؟ طبعا يعني شو بدي اعمل؟ ولا اعطينا. انا بحكي معك وانت متوتر ما رح تعرف تحكي معي. هسه رح ارن للشرطه. يا الله يلا شوي هين درن درن على الشرطه. يلا هسه رح ارن على الشرطه. هدي حالك لا تعيطي لا تعيطي. خلص لا تعيطي. لا تعيطي خلص خلص لا تعيطي. طب بسام كانت غنية لايفي زهرت لكن جميلة مستمتع حتى وانا بروك حياتي سنجل جوك هدم معايا هالاميرة. الاميرة هو انس يا شباب. هاي درن. الو مرحبا السلام عليكم.
صديقي احنا ساكنين ونسرقت سيارة منا نزلنا على السوبر ماركت. بمنطقة اسم العمارة. طيب اين احنا بالشارع؟ احنا جنب العمارة بعيدة بشوي. يلا هينا بنستناكم 5 دقايق وبتكونوا هون. يلا باي. 5 دقايق وبكون هون. يا الله انا بدي سيارتي. 5 دقايق وبكون هون بسان. حبايبي يوم نحس، يوم جد جد نحس. تخيلوا يعني سبحان الله اللي عشان تشوفوا انتو كانت الكاميرا شغالة لما انسرقت، كل شيء مصور. بس اذا ما في كاميرات بالشارع بعمر السيارة ما حتيجي، ما راح يقدروا يجيبوها، راح تضيع السيارة. هاي السيارة. لا هاي سيارتك. والله هاي مين سر؟ مقلب. هل معنا بتتابع يعني؟ وحياة الله انتوا ما بتستحوا تتابع. انت عم تكفي بس. يلا امشي. لا دلال سويت حالي بحكي مع الشرطة. افتح والله فكرتي فكرتي. انت شو الفكرة هاي البايخة مثلك يا حيوان؟ حدا بيعمل هيك مقالب؟ بس ما مات عياط، وقع قلبها وصارت تسب. بصراحة أعطيني تقييمك للفيديو من 10. زفت من 10 أمانة. زفت. احكي بقلبك وضميرك. حبايبي في موضوع كثير مهم، أنا مش باقي لي شيء، بوصل 4 مليون مشترك. فضلا ولي سامر انزلوا تحت اشتركوا بالقناة، خلينا نوصل 4 مليون مشترك. وراح أنط من طيارة أنا وبسان إذا وصلت ال 4 مليون. يلا باي، شوفكم بالفيديو الجاي.